السلام عليكم، معكم الفنان أنوار الزروني من عائلة فنية. الحمد لله عندنا الفن في مدينة أسفي اللي هو يا فن شعبي زوين، فكاين موروث ثقافي ديال العيطة اللي هو يا كنزاولو. الحمد لله عطيت فيه الشيء كتير بزاف وغادي في التقدم. والفنانة في مدينة أسفي كاين المستوى، غير حاجة واحدة اللي هو في الثقافة ديالنا. حنايا عندنا في مدينة أسفي وزارة الثقافة اللي هي شوية خاصها تير الانتباه لهاد الشباب اللي هو كيزاول هاد المهنة ديال الفن، اللي تعطيه ولو غير قيمة واهتمام. الجديد ديالي إن شاء الله غادي تكون علاش نادمة اللي هو يعني إن شاء الله في هاد السيمانة غيكون واجد. علاش نادمة موضوع اللي هو حساس، اللي هو درت لي فيديو كليب ديالو اللي غادي ان شاء الله يكون في متناول الجميع ان شاء الله باش يشوفوه. انتظروني ان شاء الله. وعلاش نادمه كنتي اللي بغيتي، وعلاش نادمه سهرتي اللي حدات تبليتي، وعلاش نادمه كنتي اللي بغيتي، وعلاش نادمه سهرتي اللي حدات تبليتي، وعلاش لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.